بسم الله هنشوف مع بعض امر اسمه سويب. ايه سويب دوت؟ امر سويب دوت بيبقى انا راسم مسار وارسم شكل، الشكل ده بيمشي في المسار زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. سيبك من الكلام، الفيديو هيوضح كل حاجه ان شاء الله. انا دلوقتي عايز ارسم مسار، فاجي هنا هبدا ارسم مسار مثلا بالاس بي لاين اهو، ده المسار بتاعي، برسم كذا نقطه، ده المسار اللي هيمشي في الشكل. وبعد كده هاجي هنا اقول له انا عايز مثلا سيركل، فعمل لي السيركل، ابدا انا اتحكم فيها وممكن اصغرها، تمام. الت وابدا اتحرك، تمام. هو حاسس انها محتاجه تتحرك شويه عشان تيجي عند المسار، تمام. طيب بعد كده هقول له انا عايز اعمل سويب، تمام. السويب السيركل هتبقى الاول وبعد كده المسار، تمام. لما تيجي تبص كده على الشكل ايه اللي حصل، السيركل خدت المسار اللي احنا رسمناه، تمام. طيب ممكن اجي في سويب بلاقي شوية اختيارات، تمام، زي الكاب اللي هي الحاجة اللي بتقفل هنا. ممكن اقول له انا عايز فاضية نان خالص، فتيجي تبص تلاقي دي نان ودي لسه معمولة. ممكن نقول له دي برضو كمان خليها لنان. هنا الاوبجكت بتلاقي مثلا الاند سكيل، عايز ممكن تصغر واحدة فيهم وتخلي واحدة فيها هي الكبيرة، يعني ممكن اخلي دي مثلا 10%، تلاقي دي مثلا كبيرة وتبدأ تصغر بالشكل دوت، ارجعها 100%. في أداة تانية نقدر نتحكم اكتر في الموضوع دوت. هنا بلاقي عندي حاجة اسمها ديتيلز بتبدأ تتحكم. زي ما انت شايف الشكل بيتغير معايا، بيكبر ويصغر زي ما انا عايز من الشارت دوت، تمام. اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط. وبالحاجات دي بتبدأ تعمل اشكال، يعني تفاصيل كتيرة. ممكن يكون عندك مثلا كورنيش عايز تحطها في طول المسار بتاع الحلية بتاعة الباب او في الروف او اي حاجة، بالطريقة البسيطة دي تبدأ تعمل الحلية او اي شكل انت عايزه.